أصدقائي المشاهدين، بحييكم من جديد وبرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو رأيك. بصلي أنه تكون حلقة اليوم سبب بركة لكل اللي قرروا يتابعونا. القلق وحمل الهم والخوف من بكرة هن أكثر المشاكل اللي عم يعانوا منهم الناس بهالعصر، وبتقول الدراسات أنه هن السبب وراء أمراض كتيرة مثل أمراض القلب والضغط والسكري وأمراض الأعصاب وإلى آخره. وبتقول الدراسات كمان أنه أدوية الأعصاب هي الأكثر استهلاكاً بهالأيام. التفكير المفرط بالمستقبل والخوف منه هو السبب الأساسي وراء الإحباط اللي بيؤدي إلى الاكتئاب، وبأحيان كتيرة الاكتئاب بيؤدي بسهولة إلى طاعات المخدرات، والمخدرات مثل ما بنعرف هي البوابة الذهبية للانتحار. القلق هو السلاح اللي أكثر شيء بيستخدمه الشيطان حتى يأيد الإنسان ويجرده من قوته على احتمال ضغوط الحياة، وهو الوسيلة اللي بتساعد إبليس حتى يشكك الناس بالله وبأمانته وبقدرته على الاعتناء بخليقته. ما بفتكر في إنسان على وجه الأرض معانا أو عم بيعاني اليوم من مشكلة القلق والخوف من المستقبل. رح كمل حديثي معكم، بس خلوني قبل أنا وأنتو نستقبل ضيفتنا لحلقة اليوم الممثلة والإعلامية مي سحاب حتى نسمع رأيها بالموضوع ومنكمل من بعد حلقتنا. صحيح هي ربيت وترعرعت ببيت موسيقى، بس هي اليوم ممثلة وإعلامية، والأهم من هيك هو إن ممثلة وإعلامية ما بتشبه حدا إن كان بثقافتها أو عفويتها أو طبيعتها. هي أم لولدين بتسعى بأكتر ما فيها إن تكون عم تربيهم على أفضل القيم الإنسانية. مرقت بحياتها بظروف صعبة، ولكن بصلابتها وقوتها وإصرارها قدرت تتخطى وتفتح صفحات جديدة، متسلحة بالأمل ببكرة اللي جاية. بالرغم من كل شيء قدمته بيبقى جواتها أشياء كتيرة بعد ما حدا قدر يوصلها ويطلعها. بكل محبة واحترام منقدم لكم ضيفتنا لليوم مي سحاب. مدام مي، ميرسي لك على الوقت اللي عم تعطينا اياه. جينا لعندك بقلب دوام شغلك، بعدك طالع عن الهواء لايف، واخذنا وقت البريك تبعك لحتى نستضيفك بالبرنامج. شكرا لك. شكرا لكم. بالعكس، البرنامج اسمه شو رايك، رح احضر انا وياك فيديو صغير وارجع اسالك شو رايك. لذلك أقول لكم، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم، إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. كتير حلو، كتير حقيقي. بده واحد يمكن وقت ليوصل لهيدا النتيجة. وبعتقد يعني يمكن أشخاص ما كتير قاطعين بتجارب بحياتهم ما بيوصلوا لهيدا النتيجة، بس تجربة بعد تجربة ما في واحد ما يوصل لهيدا النتيجة. أكيد واحد ما لازم يعطل هم شي، لأنه أكيد الله ما بيترك حدا، وأكيد ما لازم نعطى الهم قد ما عم نعطى الهم هلا. وما لازم، في شغله كثير حلوه انا بس اطلع بولادي، خصوصا بنتي،
وبشوفها قد ايه بتوعى حلوه الصبح، دايما بقول انه ليش بنحط ميك اب نحن؟ ليش هالقد بنكون اوفر؟ هلا انا اكيد بطبيعه شغلي مجبوره، بس عن جد بصير بقول انه ما بدي بنتي ولا نهار تحس انها هي بحاجه لشي زياده لحتى تكون حلوه. هو الاشياء كثير مهمة هيك قطعوا بالفيلم انه قديش يسوع كان حلو وما كان يقص شعره ويرتب حاله، كان يمشط شعره بايده يعني، وكان يمشي حافي، ما كان يلبس اغلى الماركات، وكلنا لهلا بعدنا بنحكي. سؤال، لما تطلع ميسحة على حياتها قديش شافت بمحلات معينة هالكلام اللي كنا عم نحكيه انه ما نهتم بالغد كان صعب انها تنفذه وتعيشه بحياتها؟ كتير كان صعب، كتير كان صعب، وخصوصي هلأ لأني لحالي ما في معطى الهم بكرة، بس كمان الاشياء اللي عم بعيشها كل يوم وكيف تتحلحل الاشياء بشكل غريب بلا ما واحد يكون عن جد يعني عارف كيف معقول تنحل. بحس انه مسكرة الدنيا بوجهي وانه كيف بده يجي بكرة، وبعدين بلاقي انه انحلت. يعني صارت معك شي مرة فكرتي بموضوع وشلتي همه كتير وفكرتي فيه لفترة طويلة وبعد فترة ما صار اللي كنت، او حتى يعني كل شي كنت عتلاني همه انه يصير ما صار؟ كتير مرات. شو بيكون رد فعلك بعد ما يمرق؟ ولا خلص تنسي انك قتلتي همه، ولا بترجع بتقعدي بتفكري تقولي اوف ليش قتلت همه؟ بقعد وبفكر، من هيك هلا بطلت اقتل هم شيء، لانه عن جد صرت اعرف انه الله عن جد ما بيتركني، يعني بعرف انه ما بيتركني، ما بيترك اولادي كمان يعني. بقى من هيك هلا صرت بقول ما بدي أعتل هم بكرة، لأنه أصلاً اليوم في إشياء أعتل هم عن اليوم، هاي أول شيء. تاني شيء بدل بقول شغلة إنه ما في واحد يكون متشائم، يعني كنت قبل كتير متشائمة أكثر، يكون متشائم ويتوقع إنه يصير إشياء حلوة معه. يعني بس تطلب بدك تلاقي، وبس تبتسم بيبتسموا لك باك، بيردوا لك الابتسامة. الكاتب الهزلي الأمريكي مارك توين كتب وقال أنا مرق كتير عمر بحياتي وشفت كتير أمور وتحديات بحياتي، وقتلت هم أمور كتير أشياء بحياتي، وأغلب الأشياء اللي قتلت همها بحياتي ما صارت. صح. قديش بتوافق على اللي قاله مارك توين؟ هلا انا ما كتير صايره معي انه لا، كتير في اشياء كنت قاعده لهمها وصارت، هالشيء اكيد ما بخليني افكر انه كل الاشياء اللي بعتها لهمها رح تصير. صرت حتى افكر انه يمكن لانه كتير بعتها لهمها جريتها لإلي، يعني مثل قد ما اعطيتها من وقتي، من هيك هلا بعطي وقت لاشياء يعني حلوه. بسبب تفكيرك السلبي ببعض الاشياء اجت صارت الاشياء السلبيه. صح، مشان هيك هلا بدل فكر بالاشياء الحلوه، وبدل فكر بالاشياء الايجابيه، وبدل فكر بانه مني لحالي. حبيت شيء قلتي لما قلتي انه انا عندي اليوم مشاكل اليوم بدي واجهها، ونتيجه هذا اللي قاله الرب يسوع بالايه انه يكفي كل يوم شره، يعني اليوم عندي مشاكل اليوم تواجهها. مدام ماي ميرسي كتير على وقتك وعلى هاللقاء الصغير، بس أنا متأكد أنه كتير ناس من معجبينك واللي بيحبوك وعم بيتابعوك أكيد رح يكونوا استفادوا من الكلام اللي قلتي. شو عندك كلمة أخيرة توجهيها للصبايا والشباب اللي عم يحضروك اليوم واللي بيعرفوا أنه اللي عم تحكي هالكلام مش عم تحكي عن كرسي مريح مثل ما بيقولوا، عم تحكي من حياة اختبرتي فيها أشياء، فيها ألم، فيها معاناة ببعض المحلات، وقادرة تقولي هذا الكلام؟ شو بتحب توجهي كلمة أخيرة؟ هلا أول شيء بدي أقول لكل الناس مثل ما دايما بختم ببرنامج يوم جديد، بليز حطوا دايما حزام الأمان، ما تشربوا وتسوقوا، فيكم تطلبوا تاكسي
ودائما كونوا إيجابيين وارسموا البسمة عوجوهكم. هيدا دائما بقولها أنا. بس كمان بدي أقول شغلة من الحديث اللي قلته، عم جد ما تكبروا الأشياء براسكم. فكروا دائما أنه الأشياء اللي بعد 5 سنين ما رح تكون بقى مأثرة هالقد فيكم. ما بتحرز أنكم تكونوا عم تتوجعوا لألا، عم تبوا لألا، عم تعطوها كتير من وقتكم. كونوا دائما مبسوطين وقولوا أنه يعني يسوع دائما موجود معنا. نكون عم نحكي عن يسوع بكل تصرفاتنا، ما نكون عم نسب كتير، ما نكون عم نقول كلام مش حلو، ما نكون عم نجرح الآخر، نكون دائما عم نحط حالنا محل خينا الإنسان. مدام ماي سحاب، شكرا لك على وقتك وشكرا على وجودك معنا بالبرنامج. شكرا لك أيمن. Thank you. من بعد ما سمعنا رأي ماي بموضوع اليوم، هلأ الوقت حتى نروح لعند الله مثل العادة ونسأله شو رأيك. مثل ما قالت ضيفتنا، ليش بدي فكر بمشاكل وهموم بكرة؟ خليني فكر بتحديات اليوم واترك بكرة لبكرة. المشاكل ممكن تظهر بحياتنا فجأة، ومرات منتفاجأ بمشاكل ما منكون عاملين لحساب، وبتكون أكبر من اللي كان صار لنا أسابيع وأشهر شايلين همها. حرام نضيع طاقتنا ومجهودنا ونفقد سلامنا بسبب هموم شايلين اليوم وخوف من أمور كتير ممكن تحصل، وحتى ولو ما حصلت تفكيرنا فيها اليوم وحمل همها مش رح يعمل إلا شيء واحد، رح يوصلنا لألا أضعف، أضعف مما لازم نكون، لأنه منكون صرفنا طاقة كبيرة نحن وعم نهتم فيها قبل ما تصير. طبعا هيدا ما بيعني أنه ما خطط لبكرة وأعمل حساب للمشاكل وكون جاهز إلى قبل ما تصير، ولكن في فرق كتير كبير بين أني خطط لبكرة وبين أني يكون مهموم بسبب بكرة. التخطيط هو أني فكر بإيجابية، كيف بدي واجه الأمور السلبية اللي ممكن تجي بكرة، ولكن الهم هو أني فكر بسلبية وخاف من أمور سلبية أكيد جاي بكرة. وفي شيء تاني كمان لازم ننتبه له، الخوف والقلق بيدلوا على عدم ثقة بالرب، بيدلوا على عدم التصديق بأنه الرب أمين ورح يعمل مثل ما وعد بأنه رح يهتم فينا. القلق بيسرق منا فرحنا، والرب يسوع بده ايانا نعيش فرحانين. الخوف بيسرق منا سلامنا، والرب يسوع بده ايانا نعيش بسلام. الهم بيخلينا مش عارفين نفكر صح وبشل حركتنا، وبيصير فينا مثل الكسلان اللي بيحكي عنه سليمان الحكيم بسفر الأمثال، بيقول: قال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. يعني كأنه عم بيقول ما بدي اطلع لبرا واشتغل لأنه يمكن في أسد بالشارع ورح يقتلني. في ناس قلقهم بيدفعهم يروحوا لعند البصارين والمنجمين حتى يحكولهم شو بده يصير معهم بكرة، وكأنه كذب هالنصابين رح يريحهم، وبأغلب الأحيان بيدخلوا بدوامة ما بيعودوا يعرفوا يطلعوا منها، وبيصيروا تحت رحمة الشيطان اللي عم يستخدم أشخاص دجالين حتى يضلل الناس ويوهمهم إنه معرفتهم لبكرة رح تساعدهم يتفادوا المشاكل اللي جاي بكرة، وهني مش عارفين أن المشكلة اللي وقعوا فيها بلجوءهم للشيطان أسوأ بكتير من أي مشكلة تانية ممكن يواجهوها بكرة. أصدقائي، القديس بطرس بيقول بالإنجيل: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. حمل الهم والخوف من بكرة ما بيوصل إلا للضياع. الله ما بده إيانا نضيع، من شان هيك حط كلمته بين إيدينا، وكلمته فيها كل اللي نحن بنحتاجه حتى نعيش حياتنا بسلام وبدون خوف. مش مهم نعرف بكرة شو مخبالنا، المهم نعرف مين اللي ماسك بكرة بإيده ووعدنا أنه ما يتركنا مهما كانت ظروف الحياة صعبة. نصيحتي لكم أصدقائي، خلوا الإنجيل يكون الأساس اللي تمشوا عليه كل يوم، والسلاح اللي تواجهوا به كل تحديات الحياة. حلقتنا لليوم انتهت، موعدنا معكم بجدد بالحلقة اللي جاية. الرب يكون معكم.